السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منال من قناة منال هوم. بنعمل مع بعض اكل صحي، ولأول مرة يشوف قناتي يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. النهاردة هنعمل اكلة على نظام الكيتو، عبارة عن بذنجان وبالموتزاريلا ومعاه كريمة الطهي. انا عارفين طبعا الكيتو، انا كل ما ده عايزة ازود نسبة الدهون. كمان هيكون معايا كزبرة خضراء وبقدونس على بعض مقطعاهم، بصلة، ثوم، معلقة زبدة او سمنة. سمنة طبعا حيواني طبيعي، اللي هي السمنة بالنسبة لي انا هنا شغالة بسمنة فلاحي. تمام. اول حاجة ان انا بعمل ايه، بقطع البذنجان شرايح زي ما انتم شايفين كده، وانا بحطه على ورق زبدة وبعوصه بالفرشة، بدهنه بالفرشة زي ما انتم شايفين لسه مطلعاه اهو بالفرشة، بدهنه من فوق ومن تحت بزيت زيتون ورشة ملح، وبحطه في الفرن. بياخد له حوالي 10 دقايق، ربع ساعة او 10 دقايق، وبقول عليه شوية 5 دقايق، بيكون كده زي ما انتم شايفين. بصوا يعني ايه، جاهز بدون زيت كتير. تمام. انا الدسم او الدهون كلها هزودها في الطهي بتاعه. هبتدي بقى اعمل على النار وهوريكم دلوقتي طريقته. زي ما انتم شايفين حبايبي كده، انا جهزت طاسه وهضيف فيها اول حاجه معلقه السمنه او الزبده الفلاحي، مهم لو هنعمل زبده زبده طبيعي. تمام. وهضيف اول حاجه، هضيف اول حاجه البصل، ياخد بس تقليبه كده مع الزبده او السمنه، وهضيف الثوم، احط بقى رشه ملح، رشه ملح شايفين كده، وهضيف فلفل اسمر رشه برده، وهقلب. وبعد كده هضيف ايه، هضيف الكزبره الخضراء والبقدونس مع بعض، وبكده بكون بالنسبه لي انا جهزت اللي هو الحشو اللي انا هحشي بيه البدنجان. ممكن ان انا اكتفي بكده، اللي عايز يزود قيمه غذائيه هيحط معاه يعني كميه من اللحمه المفرومه. انا دلوقتي ممكن اعمله كده، يعني هيبقى بس بصل وثوم والبقدونس والكزبره واحشي بيه، بس انا هضيف كميه عصاب لحمه مفرومه عشان ازود من قيمته الغذائيه، وفي نفس الوقت طبعا الطعم هيبقى احلى، مدخله له كده بروتين. الناس النباتيين ممكن يكتفوا ان هم يعني ما يحطوش لحمه مفرومه زي احنا شايفين كده. انا بس هديله تشويحه، زي ما انتم شايفين حبايبي كده، انا جبت القارب البايركس، دهنته بس زبده، وهبتدي ارص فيه البذنجان اللي انا عملته في الفرن. تمام. هرص كده وهحط عليه الخليط اللي انا عملته، عباره عن بدنجان، اسفه، عباره عن كزبره وكزبره وبقدونس وثوم وبصل، وحطيت عليه اضافه من عندي زياده، اللي مش عايز يضيف اللحمه المفرومه ما يضيفش، عادي خالص ممكن يبقى نباتي كده خلاص. وببتدي بعد كده اضيف، تبقى وجبه لذيذه قوي دي وجميله يعني. تمام. وهبتدي اهو بفردها، وبعد كده هضيف الجبنه الموتزاريلا، ببتدي اضيف الجبنه الموتزاريلا زي ما احنا شايفين كده، تمام. بعد كده هضيف الباقي البدنجان، وبعد كده هضيف بردك تاني جبنة موزاريلا، تمام.
تمام. وبعد كده بضيف بقى حوالي نص كوباية من كريمة الطهي. طبعا احنا عارفين ان الكيتو طبعا ايه بيبقى محتاج ان احنا بنزود دسم اكتر عشان نحرق الدهون المختزنة، تمام. وبدخله الفرن، بياخد حوالي يعني حوالي ما بياخدش وقت كتير لان هو المكونات كلها زي ما انتم شايفين حبايبي كده، هي ما خدتش وقت كتير في الفرن، وحوالي 10 دقايق. ولعت الشواية بس عليها حوالي 3 دقايق، احمرت بس من فوق، وطعمها هيبقى جميل. وزي ما انتم شايفين كده بصوا يعني دسمة بقى وطعمها تحفة، طبعا السمنة والزبدة. بالنسبة للحبايبي اللي هم مش عاملين نظام الكيتو هنعمل ايه، هي نفس المكونات، بس انا هلغي الزبدة، يعني هحمر مثلا البصل والثوم بمعلقة زيت واحدة، مش هحط بقى طبعا ولا كريمة الطهي اللي في الاخر دي، بس ممكن احط بقى موتزاريلا رشة بسيطة، وفي موتزاريلا لايت دلوقتي، وهحط ممكن اعمل بقى زي بشاميل، يعني اعمل مثلا معلقة شوفان بكوباية لبن خالي الدسم وحضيفها بشاميل. واتمنى يا رب اللي يشوف قناتي او بيتابع معايا يعمل لايك وشير لكل اصحابنا، ومع وجبة كيتو جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.